صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الولاية تختلف باختلاف من تضاف إليه. مثلا ولاية الله عز وجل غير الولاية اللي تنسب للنبي. الولاية للنبي إطاعته بكل شيء، ما آتاكم الرسول فخذوه، وإذا أمر بشيء إطاعته متعينة. وإذا كان مثلا هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم فبدليل الأولوية هو أولى بهم من أموالهم، عليه ما يأمر به النبي وما ينهى عنه تتعين إطاعته. الولاية المقصودة هنا هذا المعنى. طيب، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الآية أيضا أكو بها إيماء إلى أن الإنسان نفسه عزيز عليه ويحرص عليها. النبي صلى الله عليه وآله أيضا أحرص على المؤمنين من أنفسهم، يعني مو لما الله عز وجل يعطيها الولاية ما راح يفرط بها الولاية، لا بالعكس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني يحمل لكم من الرقة والرحمة أكثر مما تحملونه لأنفسكم. يعني هو أولى من هالناحية لأن الله عز وجل أهله لحمل هذا العبء، لحمل هذه الرسالة. طيب، وأزواجه أمهاتهم، شنو المقصود هنا بالأمومة؟ طبعا المقصود بالأمومة هنا من ناحية حرمة الزواج فقط، يعني زوجة النبي صلى الله عليه وآله لا يصح أن تتزوج رعاية لفراش رسول الله وحرمة لفراش رسول الله، لأن قطعا هاي العلاقة بين النبي وأزواجه ما ينبغي أن يقتحمها مسلم، مسلم ما يقتحمها أبدا. ولذلك احنا ما يهمنا كثير من الابواق الناعقة، اكو ابواق تنعق وطبعا تريد تدور لها فرشية تتمسك، ما عندها شيء، ماكو شيء تتمسك به، وجاك وقال هذول يرمون عرض النبي بالانحراف خصوصا الايام بيأكدون بها حتى في مناشيرهم اللي يصدروها. لكن اللي ما يستحي شو يسوي له؟ يقول له جيب دليل. وين الدليل؟ وين شنو دليلك شنو؟ بس شو ارجوك، اذا واحد ما يخجل خوش يسوي له؟ اذا يكذب شو يسوي له؟
من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. يعني الواقع انت منين تقول له شنو الدليل على اننا احنا نرمي عرض النبي؟ ما يكون هذا شيء. كي يرمي عرض النبي اللي يقول لو مات محمد لنجولن بين خلاخيل نشائه. نعم هاي هذا انت تقوله مو احنا. يقولها طلحة. نعم على اي حال ما ارغب شوي هذا ما يخلص ما تخلص وحياتك ما تخلص. واكو شيء يعني محاوله ان لا تخلص هاي يعني كانوا اكو حرص على ان لا تخلص. ليش ما ادري. على اي حال اعود للموضوع. ازواجه امهاتهم يعني زوجة النبي بالنسبه الى الفرد المسلم فراش النبي لا يقتحم. العلاقه موضع إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله ولعرضه ولهالأسرة هالأسروية اللي يريد لها الله عز وجل الصيانة ويريد لها الشرف ويريد لها الكرامة. النبي صلى الله عليه وآله يأخذ هذه المكانة لأن النبي على حد تعبير بعض فقهانا النبي لشان الله. النبي لشان الله مثل ما القرآن الكريم كلام الله. النبي صلى الله عليه وآله ما ينطق عن الهوى ما ينطق إلا عن الوحي فهو لشان الله. واللي يحتل هالمكانة ينبغي أن يأخذ الإجلال والاحترام والتكريم. ولذلك إحنا نشترط شروط عجيبة. يعني إحنا لما نمر بسيرة النبي صلى الله عليه وآله نكرم غاية التكريم. غيرنا لا قد يصور لك اياه واحد من رعاة الابل يقول لك الضايق من البول وقف ورا ما ادري شنو باله هو واقف والبول يتناثر عليه مثلا من النوع ها. ويجي يدعي الغيره على النبي ويدعي الغيره على عرض النبي. شو تصور رسول الله انت جاي تصوره انه يجوز عليه الشاو يجوز عليه النسيان يجوز عليه ان يصنع الشيء الفلاني يجوز عليه ان يصنع شو فيما يخص السيرة. وأجل أدعوكم إلى أن تقرأوا اقرأوا السيرة الحلبية اقرأوا سيرة ابن هشام اقرأوا هالسير هاي كلها. ضروري الواحد من عندكم يتثقف. عندكم بالسبوع يومين فراغ يومين عندكم بالسبوع والحمد لله بلد بي خير وبي نعمة. يا أخي هالفراغ شوية اقتلوه بالمعرفة بالفهم. أروح إلى مكتبة أقرأ المواضيع اللي تخطر بذهنك اقرأها. خلي مضمونك. صور الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. يقول لو أملك قوة تنفيذية أخلي السياط على رأس كل واحد ممن ينتمي إنه حتى يتفقه يتعلم في عقائده في أحكامه. خلي يكون فد نسمة مثقفة يعقل. إذا واحد واجه بكلمة يقدر يواجه بالكلمة. على أي حال أعود للموضوع. وأزواجه أمهاتهم أزواجه أمهاتهم من هالناحية فقط. وإلا عدا ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وآله يتم التعامل وياهم وفق الأصول الإسلامية في باقي الأمور. لكن الظاهر الأمومة من هالناحية الأمومة اللي أرادها القرآن الكريم. كما أن الأم تحرم على ولدها كذلك زوجة النبي صلى الله عليه وآله تحرم وإلها مكانتها. وأعتقد هذا المعنى إذا أريد ندور على فرد معنى تجسيدي ترجمة ما نقدر نلقى أكثر من سيرة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في ذلك. لأن أنت لو تتصور الأحداث التشنجات اللي صارت في هالفترة بالذات واللي وصلت إلى درجة واقعة الجمل ومر علي ابن أبي طالب فيها الواقعة وهي واقعة كثير الأعصاب. يعني أرجوك لما يمر يشوف عشرات الآلاف قتلى تتراقص أشلاؤهم على دمائها تتصور الإنسان تبقى عنده أعصاب. ومع ذلك هذا الرجل بها الجو يصيح الإلمن المحمد ابن أبي بكر يقول له أختك لا تخلي أجنبية هاي عائلة رسول الله
كرمها وشيلها طلعها من الهودج ويخصص لها بيت، وبدل الخادمة الوحدة يودي لها 20 امرأة. وتنبه لزين، 20 امرأة يلبسهن لباس الرجال ويسلحن بسيوف ويبقن على حراستها لئلا واحد يشيء الى كرامة زوجة النبي. وهاي قبل ربع ساعة كانت مالئة الدنيا بحار من الدماء، ومع ذلك تقول هتك ابن ابي طالب ستري ودالي رجال نزعا العمائم. والله حرام عندنا علي ابن ابي طالب، حرام عندنا علي ابن طالب، واريد له مكان غير هذا واقعا، لان ما عرفوه ولا حتى الان ما جينا نعرفه زين احنا الى الان، يعني مع الاسف هذا الرجل النموذج اللي اذا تريد الواقع تشوف لنظيرها سلوها، فقد طافت عليها عوالم اهل وجدت للجوهر الفرد ثانية، وهل متناهي اللفظ يدفعه الثنى ليحمل معنى منك لا متناهية، ولكنها الالفاظ مهما تناسقت اذا لم توفي المدح عادت اهاجية. على النفس الكبيرة، النفس العظيمة، النفس المملوءة سمو، أي تجسيد لحرمة بيت النبي أعظم من هذا؟ أن بهالأجواء اللي تبعت على التشنج والألم يأبى أمير المؤمنين سلام الله عليه إلا أن تكون عائلة ضعينة رسول الله في منتهى الإكرام والاحترام. وهذا اللي يملي عليه شنو؟ موقفه الكريم ودينه علي ترجمان القرآن. لا بد وأن يعظم لشان الله وهو النبي صلى الله عليه وآله في عائلته في أسرته. زين، وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام. الواقع مركز الثقل بالآية هذا اللي يهمني شوي، خلينا نتناوله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طيب، هاي شنو؟ كأنه كان في بدء الإسلام كان الميراث شلون يتم؟ كان الميراث يتم بالمعاقدة، الذين عقدت أيمانكم أو عقدت أيمانكم، على قراءتين. يجي الرجل إلى الرجل يحط يمينه بيمينه ويقول له أعاهدك أنصرك وتنصرني وأرثك وترثني، ويتعاقدون على هذا. فإذا تعاقدوا وأمسك هذا بيمين هذا وهذا بيمين هذا وقال لأنصرك وتنصرني وأؤاجرك وتؤاجرني وأرثك وترثني يلزم. فإذا مات واحد من عندهم يرث سدس من أمواله، سدس يرثها المعاقد. كان الميراث يتم على هالأساس. ظل فترة من الزمن، هذا لون من ألوان الحلف، وهذا اللي يعبرون عنه بعض فقهانا، يعبرون عنه ولاء ضامن الجريرة. هو هذا ولاء ضامن الجريرة، يعني أنت إذا صدرت من عندك جريرة أنا ضامن لها، أنا أقوم مقامك، أنوب عنك. هذا عند الإمام الشافعي منسوخ، ماكو شي ميراث يعتبر نسخ نهائيا. عندنا لا، ما نسخ إلى الآن، موجود بشرط أن لا يكون أكو وارث نسبي أو وارث سببي. نبه، كان احنا عندنا الميراث نوعين، مرة واحد يرث بالنسب، ابنك أخوك مثلا ابن عمك هذا بالنسب يرث، واحد يرث بالسبب مثل الزوجة، عقد الزوج هذا سبب. فإذا أكو وارث سببي أو مثلا يرث افرض به سبب آخر، إذا أكو وارث سببي أو وارث نسبي مش ماكو إشكال. إذا لا ماكو لا وارث سببي ولا نسبي، الاثنين المتعاقدين على هالطريقة يرث أحدهم الآخر. الآية ما نسخت في كلها، نسخت في بعضها. اشنبه لي. فكان ميراثهم مبدئيا هكذا، واحد لما يريد يعاقد الآخر ويقول له الشكل، أنا أنصرك وتنصرني وأؤاجرك وتؤاجرني وأرثك
وترثني، وظلت على هالمعنى فترة إلى أن نشخت. نشخت بيش؟ نشخت فصار الميراث بالهجرة وبالإسلام. صار المهاجر لما هاجروا، المهاجر يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجر بيش؟ بالهجرة. اثنينهم هاجروا، واللي ما يهاجر والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وهاي خلقت لها شوية، هاي الآية سببت شوية شيء من الشحن، قد يكون أمر بها خلال البحث. فصار شنو الميراث بيش؟ صار الميراث بالهجرة، وصار بالمؤاخاة، وصار بالإسلام. قام المهاجر يرث الأنصاري، والأنصاري يرث المهاجري، وهكذا هكذا صار فترة طويلة. ظل الميراث على هذا، وبعدين نشخ هذا المعنى. بيش نشخ؟ نشخ بالميراث بالنسب كما سيمر علينا. بس اكو نقطة هنا اريد شوية اقف عندها، كأنه هذا اللون من الحلم اللي كان في ايام الجاهلية، واحد يحط ايده على ايد الاخر، يمين على يمين الاخر، ويقول له ارثك وترثني. النبي صلى الله عليه وآله قال ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولكن لا تحدثوا في الإسلام حلفا. شنو معنى هذا؟ هذا يذهب إليه فقهاء هنا. طيب، يقول أكو لون من الأحلاف صارت أحلاف كلها سماتها سمات إنسانية، سماتها سمات أسروية واجتماعية طيبة. واحد يرث واحد، واحد مساعد واحد، يآزر واحد، يعاقده، ينصره. هاللون من الإخاء، التوادد، التراحم، هذا وين كان حلف جاهلي؟ يقول إجا الإسلام أيده، دعمه. شو نفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا أن الإسلام ما إلى عداء ويا ما سبقه من مواضعات اجتماعية أو من مواضعات عقائدية. يعني لما إجا الإسلام، مش إحنا اللي دي نشوفه بالدنيا، إذا دولة راحت وإجت دولة بمكانها مو تكسر كل منجزاتها، تقضي عليها أن دولة ضالين ودولة كانوا منحرفين ودولة ما أدري شنو رجعيين ودولة إلى آخره، يحمل عليه غاية الحملة، وحتى إذا عنده منجزات يهدمها، يقضي عليها بالحق وبالباطل. الإسلام لا، ما إلى عداء، ما إلى عداء مع الإنسانية ولا إلى عداء مع الشرائع. أولا يعتبر الشرائع كلها وسائط إلى السماء، ليس عيسى ولا محمد إلا قنوات إلى السماء وجسور. النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء الأخر قنوات إلى السماء، في ما أكو عداء، رسالات السماء ما بينها عداء، بها تكامل أكو. يعني لما يجي دين ينسخ دين، مو عداء، لا. البشرية مرت بدور صار الدين مسيحي، اتطوروا شوية صار الدين الإسلام، قضى على ختم الأديان. ليش؟ لأن ذاك إجا إلى فترة، أقرب لك المعنى بعد أكثر، التهشات عامل التلميذ اللي يصير بالصف السادس ابتدائي مثل ما تعامل اللي بآخر صف من صفوف الثانوية، طبعا لا، لأن هذا عقله كبر الآن، عمر العقلي وعمر الزمني كبر، فيحتاج إلى معلومات تتناسب ويا مداركه أكثر. هاي الأديان هكذا، الأديان كان مبدئيا البشرية في مراحلها الأولى اجت ليها عقائد تتناسب مع عمرها العقلي والزمن، لكن لما اجى الاسلام ختم الله به الاديان بعد ان تكاملت البشريه الى حد ما. اذا ما اكو عداء يعني بين الاسلام وبين الرسالات السابقه، وحتى بين المواضعات العرفيه عند العقلاء، يعني اللي يسميها ظواهر اجتماعيه، الظواهر الاجتماعيه اقرها الاسلام، ما عنده عداء ويا العقل البشري. البشر كانوا يتعاقدون ما بيناتهم
يتعاقدون بيش؟ يتعاقدون على الوفاء، على النصرة، على المؤازرة. ما كان اكو عداء، ها؟ هذا المعنى. اجى الاسلام ايده، دعمه، قال لكن بالاسلام لا تحدثوا حل. ليش بالاسلام لا تحدثوا حل؟ لان بالاسلام ما يحتاج حل، في الاسلام كل مواد تدعو الى اندماج الناس بعضهم ببعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. قد يقول لي واحد شيخنا وين هاي المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض؟ هاي بس بالقران، ها؟ برا اكو شيء؟ لا ماكو. معلش. وش الفائده؟ وحقك لو نظل نوذن الليل كله والنهار كله. النتيجه لمصالحك، مصالحي، مصلحتي انا. هذا ما عنده مصلحه ان يهدم الدنيا، يعني ما عنده مانع ان يهدم الدنيا في سبيل تحقيق مصلحته. والا يلاحظ قيمه من قيم الاسلام اللي اجى الاسلام واصر على مراعاتها، وان المسلمين يجب ان يعبد بعضهم بعض، وانهم اولياء بعضهم اولياء بعض. المعنى ما طول يصطدم مع مصلحته، اذا يصطدم مع مصلحته ما عنده مانع ان يهدمه كله. شنو فايدتي بي انا؟ ايه، فارجع للايه. اذا النبي صلى الله عليه واله يقولهم الاحلاف اللي كانت بالجاهليه من النوع من قبيل حلف الفضول، الان يقولهم لو يصير انا انتمي الى، اندمج الى الان لو موجود. لكن بالاسلام لا تحدثوا، لان الاسلام كل مواده تدعو الى الرحمه والتناصر والتعاطف. طيب، فنرجع للايه. التوارث اذا مبدئيا كان بالتعاقد، واحد يعاقد الاخر يقول له ارثك وترثني. النسخ اجى التوارث بالهجره، لما اجى بالهجره صار المؤمن اذا ما يهاجر ما يرث من قريبه، لان الميراث نوع من انواع الولايه، والله قد قطع الولايه عنهم. هل اللي صارت المشكله وين؟ بين الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه وبين هارون الرشيد. هارون الرشيد ودى ورا الامام موسى بن جعفر، خلاه في بغداد شهر كامل يومية يجي الى باب بيت الخليفة يودي وراه، الخليفة ينتظرك، يجي يجيبوه الى باب الخليفة، يوصل للباب يقول له لا الخليفة مشغول عنك، صار عنده شغل، يرجعوه الى الدار. زين، فاستمر على هالحالة شهر، نبه لي، يجيبوه يدخلوه الى ان يوقف، يصل الى الباب يقول له الخليفة شغل عنك، صار عنده طارئ. من بعد ذلك دخل، لما دخل وقع بصر الرشيد عليه، شار راسه إليه، قال له يا موسى خليفتان في الأرض يجبى إليهما الخراج ويطيعهما الناس، أنت خليفة يجيبوا لك الناس أموال وأنا خليفة يجيبوا لي أموال. اثنين، أنت سامع أن الأجمة الواحدة يصير بها فحلان في أجمة واحدة؟ ما يصير. قال للإمام إحنا أهل البيت مكذوب علينا من الصدر الأول. قال له إحنا ناس محاطين بمن يكذب علينا، هذا اللي قايلي لك ما إلى صحة، أنا ما أدعو، لو أدعو إلى، لو داعي إلى خلافتي، إلى خلافة أو إلى شيء من هذا اللي تدعيه كنت أقول لك بي أواجهك بي. قال له نحن مكذوب علينا أهل هذا البيت من الصدر الأول، وانت لك اسلاف، بعض اسلافك ابتلي فصبر، وبعضهم رزق فشكر، نعم، وانت المفروض تتبع اسلافك في سيرتهم. قال له اجلس، انا عندي مسائل اريد اطرحها عليك، هل لك ان تجيبني؟ قال الامام نعم، اذا امنتني، اذا تتفاهم وياي بلغه الحوار، ها؟ ما عندي مانع اجاوبك. اما اذا شيفك مشهور على راسي وتقول لي هذا صح لو غلط، طبعا انا اضطر اني اجاوبك بجواب بشيء من العائم، ها؟ جواب مو واضح. يعني قال لي انت تلجيني الى الى الى, إلى الجواب، الى المجامله، وحد. قال لا، انتم بني وبنو فاطمه عرفتم بالتقيه. هاي هلا يسموها تقوى، قبل تقية كانوا يسموها، هسه تقوى. تقول له يا اخي ما عندنا تقوى، تفضل احنا هاي كتبنا.
هاي مال الدنيا عليه من هالتقوى. شو دقرأنا هذه كتبنا بين يديك، كتب العقائد كتب الفقه أمامك اقرأها. هو بس احنا نقول تقوى؟ تتصور انت ان ثلاث ارباع التقية عند المذاهب الإسلامية الأخرى مو عندنا؟ واللي يحب خلي يشوف التفاسير بأجمعها. وقد يكون ما أدري والله عندي عزم أنا أكو بعض كم موضوع أريد أخليها تنزل بالإنترنت، ها؟ من جملتها موضوع التقية. وإن كان أكو كتب مؤلفة بيوسع الواحد أن يقرأها، ها؟ أكو بها العنوان باسم التقية موجودة كتب مؤلفة، إنه خلي يراجعوها يشوفون ياهل يقول بالتقية نحن لو غيرنا. مع العلم ذولا ما تعرضوا إلى الضغط اللي تعرضنا إحنا إليه. إحنا تعرضنا إلى ضغط اللي يذكر علي ابن أبي طالب يصلب على باب بيته، ها؟ ومع ذولا لو متعرضين إلى هذا النوع كان عرفوا شنو. ما إحنا ما عندنا، إحنا واضحين إلا في حالات معينة. كل المسلمين وكل العقلاء، كل العقلاء يذهبون إلى أن الإنسان إذا تعرض إلى خطر في ماله في عرضه في دمه، ها؟ ما في شك أنه يضطر إلى التقية، يضطر إلى الكلام اللي العائم، ها؟ في القصة يقول له للإمام، يقول له إذا تركتم التقية التي عرفتم بها أنا أتكلم وياك. قال للإمام أنا إذا أمنتني ما عندي تقية، أتفاهم وياك بالصراحة بس كون محاورة ند إلى الند، ها؟ قال له بلى. قال له لما ادعيتم أنكم أبناء رسول الله دوننا؟ أخرجتوا أولاد عمه، إحنا أولاد عمه، لأننا نتصل به من نقطة واحدة. أنتوا أولاد عم وإحنا أولاد عم، إحنا أولاد العباس وأنتوا أولاد أبي طالب. أنتوا تقولون إحنا أولاد شنو؟ قال له الآن لو النبي عدل ويطلب من عندك وحدة من بناتك يخطبها تزوجه؟ قال له إيه والله أزوجه وأفتخر بذلك على العرب والعجم. قال له طيب أنا لو خطب مني بنتي أقدر أزوجها؟ قال له لا. قال له لماذا؟ قال له لأنك داخل في صلبة من ناحية ابنته فاطمة. قال له زين أنت عارفة للحكم، ليش تسأل؟ ليش تشكل علي إذا تعرف أني أنا إذا أنا ابنك، ها؟ وجه الإشكال آخر أنا ابنه، أنا متحدر من صلبه عن طريق فاطمة، ها؟ هاي وحدة. قال لجين لما ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله دوننا؟ والحال الابن العم يحجب ابن العم، أنتوا ليش تدعون أنكم أنتوا ورثتوا النبي؟ قال لي أنا أبين لك ليش. قال لي أولا عمي العباس ممن أسلم ولم يهاجر فقطع الله ولايته عنا، لأن الله عز وجل يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. وعمي العباس آمن ولم يهاجر، كان الخليفة عمر بن الخطاب أصلا يقول ذولا أهل مكة لا تزوجوهم، ذولا أعراب لأنه ما هاجروا، ها؟ ما يستحقون الزواج، ما يمكن مسلم يزوجهم. طيب الإمام قال له الشحنة بس ولاية الميراث الآية صرحت بها فقالت الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قال له عمي العباس من آمن ولم يهاجر، مسألة صار يعني صارت لامست عنده وترا حساس. قال له يا موسى هل أفتيت أحدا من أعدائنا بهذه المسألة؟ قال الإمام لا ما أفتيت أحد إلى الآن. قال له إن خرجت من فمك ليفارقن رأسك بدنك، كل شيء لها يطلعها هاي لا تظهر. قال له الإمام الشيء الثاني، قال له نعم. قال له أنت تقول العم يحجب ابن العم، يعني إذا واحد توفى وعند أعمام، الأعمام هم وما عنده غير الأعمام وارثين، الأعمام يأخذون الميراث، أما أولاد العم يجون في مرتبة من بعد الأعمام. قال للإمام أنا ألفت نظرك. قال نعم. قال لعمي العباس مو أبوه، مو يعني هو مو شقيق لعبد الله والد النبي من الأبوين، يعني أم عبد الله غير أم العباس ابن عبد المطلب، تمام أبوهم عبد المطلب صح، لكن أمهم مختلفة، هذا من أم وهذا من أم.
واحنا عندنا الشقيق اللي من ابوين مقدم على الشقيق اللي من طرف واحد ها؟ فاحنا اولاد عبد الله اولاد رسول الله صلى الله عليه وآله واولاد علي بن ابي طالب، احنا اولاد ابو طالب، ابو طالب شقيق العبد الله من الابوين، وانتو اولاد العباس، العباس امه جارية ها؟ مو يعني مو شقيق لعبد الله والد النبي. فلذلك هذا في مثل الحالة عندنا يقدم، اللي يكون من ابوين يقدم على اللي من طرف واحد، يمت الى الميت بطرف واحد. وثم بين لهاي بين لان الله قطع ولايته عنا. طيب خلنا نرجع للآية. اذا الآية الكريمة تقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني اجت هاي الآية نسخت نسخة التوارث بالهجرة والتوارث بالمؤاخاة. النبي صلى الله عليه وآله لما اجوا المسلمين الى المدينة آخى بينهم، آخى بين كل واحد جعل له أخوه. مثلا عبد الرحمن بن عوف خلى مع عثمان، عبد الرحمن عمر خلى مع أبي بكر، بلال الحبشي خلى مع فلان ابن رويحة، ترك نفسه هو ما آخى أحد، وترك علي بن أبي طالب. يقول علي بن أبي طالب فجئت وعيناي مملوءتان بالدمع، قلت له يا رسول الله آخيت بين أصحابك وتركتني؟ قال إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. ولذلك تستغرب أم سلمة ليلة زفاف فاطمة سلام الله عليها، أم سلمة كانت هي مهيئة حجرتها إلى الزهراء، يعني صار زواج الزهراء بحجرة أم سلمة. فأم سلمة قال لها النبي هيئي لابنتي ولأخي طعام، قالت لي يا رسول الله تسميه أخاك وأنت تزوجه ابنتك؟ قال لها إي والله إنه أخي في الدنيا والآخرة، إنه أخي في الدنيا والآخرة. يكرر. أعود للموضوع. إذن هنا الآية تقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني نشخت ماذا؟ التوارث بالإخاء بالمؤاخاة، والتوارث بالهجرة، والتوارث بالمعاقدة نشخته. صارت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني اللي يكون أقرب إلى الميت من غيره يحجب الأبعد، يحجب الأبعد. ولذلك إحنا الآن عندنا فيما يخص إذا ترك المتوفى ولد، يعني من الطبقة الأولى يو أبو يو ولد، إذا ترك من الطبقة الأولى يحجب الطبقات الباقية. ما عندنا نظرية عصبة، احنا ما عندنا أبدا. يعني البنت أفرض حتى إذا إلها سهم منصوص عليه، الباقي تأخذه بالرد. شلون تأخذه بالرد؟ مات الأب، البنت إلها نصف، فرض لها القرآن نص، النص الثاني تأخذه بالرد بدليل هذه الآية. يعني يطوى 50% من الميراث مفروض إلا فلهن نصف ما ترك، وخمسين بيش؟ 50 بالرد، يرد عليها بفعل بحكم الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الآية استثنت شيء، نبه للجانب الإنساني، قالت إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. شنو معناه؟ معناه أكو عندنا فئات هذه ما مفروض إلها بالميراث شيء. هاي الفئات مثل إيش؟ الميت عنده صديق عزيز عليه، عنده صديق من أسرة طيبة مثلا، محتاج أهل لأن يساعد، هاي واحد. عنده قريب لا يرث، قريب محجوب، واحد من أقاربه لكن ما يلحق ميراث لأنه محجوب بالطبقات اللي تسبقه، هاي اثنين. هذا القريب الذي لا يرث، والصديق صديق من أصدقائك عزيز، والمعتق عندي عبد أعتقته، هذا خادمني فترة طويلة، أو عامل عندي خادمني فترة طويلة
وأريد أكرمه هذا إكراما إلى أوصيله بشيء، أوصيله هذا مثلا أقول أعطوه الجد قريبي فلان، أعطوه الجد فلان، أعطوه الجد، دول الثلاثة هالأصناف إذا أوصى إلهم القرآن يستثنيهم، يقول ذولا اشلولهم ماكم مانع أن تعملوا لهم معروف إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، هذا معروف ما في، ما هذا قريب من عندك، عندك مثلا أنت أخت وأولادك موجودين ورثوك أبوك وأمك ورثوك، ظلت هاي الأخت وهاي الأخت محل حاجة وهاي شقيقتك، ها في مثل هالحالة توصيلها بشيء، إذا قدرت توصيلها بشيء تسد حاجتها، تصل رحمك بهالطريقة، تحسن إليها، صديق من أصدقائك ممن خدمت، معتق ممن توفر على خدمتك، هذول تسوي لهم معروف تعطيهم، هذول القرآن الكريم يقول هذول إذا فعلتم لهم معروف ماكو مانع أن تشركهم بما عندك من الميراث. طيب خلي نعود إلى الآية، الآية إذن قالت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين من المؤمنين والمهاجرين، زين شلون بعضهم أولى ببعض في كتاب الله؟ يعني بس بالمالية بالميراث؟ لا، بعض الفقهاء يقول صحيح هي قد يكون أن بعضهم أولى ببعض بس بالميراث، لأن مثل ما يقولون هذا القدر المتيقن بالمحاورة في البين، ها؟ لكن لا، جملة من المفسرين يقولون مو بس بالميراث، لا، بالرحمة، بالعطف، بالمودة، بالموالاة، بالنصرة، ها؟ الأشياء الأخرى، الأشياء المعنوية، مو بس الأشياء المادية، ذولا بعضهم أولى ببعض، أن هذا قريبي، هذا إيده إيدي وعمله عملي وبنفس الوقت توجه توجه، يعني جزء من عندي من أسرتي أو قريبي روحيا، ها هذول أولو أرحام تجمع بينك وبين النزعات الروحية أو تجمع بينك وبين الدماء أو تجمع بينك وبين العشرة، يقول راعي راعي بالرحمة بالعطف بالمودة مو بس بالأموال، لأن أحيانا إذا أموال بدون مودة شنو قيمتها؟ أرجوك أنا عندي واحد من أقاربي وأرد أشيل له إيش كم دينار أطيب هاك لا هناك، ها شنو فائدة شنو يعرك هي، ها أنا أريد أتقرب إليه، أريد أشعر بأني أنا منسجم معه روحيا، المادة تمام تحقق لون من ألوان المساعدة لكن مو هي كل المساعدة، لا المساعدة أن هذا تحفظ له كرامته تحفظ له وجوده، مو كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا طبع لي واحد عنده حاجة يقول له لا توقف قدامي اكتب حاجتك على الأرض وانصرف روح، يقولوا له ليش يا أمير المؤمنين؟ يودي له يقضي له حاجته، يقولوا له ليش ما تخليه يوقف أمامك؟ يقول أخشى أن أرى عليه ذلة السائل وأرى في نفسي عزة المسؤول، أنا أشوف هذا يوقف علي منكسر منعطف يشعر بالحاجة وأنا أشعر بأني يد معطية يد عليا واليد العليا خير من اليد السفلى، لا أنا أريد هذا يرجع بكرامته يرجع إلى أهله، أنا مو جاي أطي دينار وأنقص من مرؤته شيء أو أريد أشبع عند جوعة ولكنه أكثر عند عنفوان، لا مو الشكل هذا، لابد وأن تبقى كرام تفوق كل شيء إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، ويعبر عنا معروف، ها هذا اللي ينبغي أن يكون بين الأرحام. زين أنا أحب أشوف شوية في الإطلالة على تاريخنا، أريد أشوف هل هناك رحم أولى بالرعاية من رحم النبي صلى الله عليه وآله، ها رسول الله الذي أنعم على هذه الأمة بنعمة لا حدود لها، وممن من الأولاد من الأسرة نفسها ماكو تعاطف بالرحم، لماذا؟ نتساءل نجي للعباشيين، العباشيين أكوش كم رابطة تفرض عليهم مراعاة أبناء رسول الله،
اولا الاسرة، الاسرة يعني الدماء، يعني الدم اللي متحدر في اعراق هؤلاء، في اعراق هؤلاء واحد. وهي وحده من 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 بنات عبد الله بن الحسن لما شجن الرشيد، شجن وين؟ في سجن عادي. كان اكو عندهم سجون درجات، اكو سجن درجه اولى وسجن درجه ثانيه وثالثه. شجنوه عبد الله بن الحسن هو واولاده مبدئيا بسجن عادي. وقفت طفله مار موكب الرشيد، رفعت راسها اليه، قالت له: ارحم كبيرا، جسمه متهدم بالسجن بين سلاسل وقيود، ان عدت للرحم القريبة بيننا ما جدنا عن جدكم ببعيد. احنا اولاد جد واحد، اولاد ابو واحد، وهذا رجل كبير متهدم الجيش، هو واولاده انت رحموه شوية، هذا واصل الضربي الى درجة مؤلمة. قالها: ها اذكرتني، انا كنت ناشي وذكرتيني، نزلوه الى المطبخ الى السجن الاشد. شايف؟ غريب، هذا يودي ورا واحد، على واحد كان يفتي، يستدل ببعض الروايات الواردة عن امير المؤمنين سلام الله عليه، يودي وراء الرشيد يقول له: وما بلغك اننا نهينا عن ان يؤخذ برأي ابي تراب؟ ما بلغك الخبر؟ عجيب. يقول: وين راحت الدماء المشتركة؟ وانت ابن عبد المطلب، وانت ابن عمه وابن العم، ها انت ابن عمه وابن العم، المفروض ان يكون اقرب من غيره واولى من غيره بالرعاية وبالرحمة. هذا جانب. خلي عنك الان القرابة، زين عندنا القرابة الثانية، شنو هي قرابة الثانية؟ قرابة الاسلام، قرابة الاسلام والرعاية. النبي صلى الله عليه وآله لما صارت واقعة بدر، العباس كان طالع ويا قريش، واحد من الصحابة الواقفين قال: محمد يأمرنا أن نقتل آبائنا وأبنائنا، والله إذا شفت العباس لأعلونه بسيفي، لألجمنه بسيفي. ها؟ يعني هو أقاربه مصانين وإحنا أقاربنا يذبحون. فعلا جابوه أسير للعباس، جابوه أسير، ما ظفروا به، جابوه أسير. لما جيء به أسير، حتى العباس طويل القامة، ثوبه كان ممزق مقطع أثناء الحرب، أثناء قتال النبي التمس له ثوب يكون على قدره، هو شوية فارع القامة، ماكو، ما لقوا إلا قيس ابن سعد رضوان الله عليه. قيس ابن سعد جاب له ثوب من أثوابه، لأن قيس كان طويل فارع، فلبسه، التمس له النبي ثوب لبسه، وبات بالليل لما جابوه أسير مشدودة يداه، كان يئن، حاطيه خباء قريب من خباء النبي، سمع أنينة، ما ضاق النبي النوم إلى الصباح، ما ضاق النوم. قال لهم: أنا ما أقدر أنام وأسمع أنين عمي العباس، روحوا أطلقوا، فكوا إيديه، فكوا أسره. راح بأطلق، ما استطاع النبي أن يهجع إلا أن أزالوا عنه الرباط الذي بيديه. زين، والصبح صار، جابوه، هو جابوا أسير وجابوا عقيل وياه ونوفل، ولا عشرة، ثلاثتهم. قال للنبي: افدي نفسك وابني أخويك. قال له: أنا ما عندي شيء. قال له: لا، تم طلعت وصيت أم الفضل، عندك ملابس، عندك فلوس تحت الشجرة، خليتها وقلت لها: إذا صار علي شيء اطل فلان هالقد واطل فلان هالقد واطل فلان هالقد، أنا أدريش عندك، افدي نفسك وابني اخويك. وطبعا انما النبي اتخذ هذه الخطوه حتى لا يجي واحد يقول الى امتياز له والاقارب، لا، يعني يطبق مبادئ الاسلام كما يريد الاسلام، يطبقها بالعدل وبالمساواه. بس بالفعل ان هذا الجميل اللي صنعه النبي مع العباس، ابى ان ينام الى ان خلاه، اطلقه
ايديه واطلقوا رجليه من الاشار من حبال الاشار، يلا قدر النبي يهدأ ورعاه ذيك الرعاية، والناس كرموه عم رسول الله، كرموه ورعوه، وإلا قريش كانت على استعداد بأن تذبحه. طيب اثنين ثلاثة، لو رجعنا تاريخيا هذا التيار اللي ركبوه العباشيين ووصلوا به إلى الحكم، شنو التيار كان؟ كان التيار هو يا لثارات الحسين، مو الشكل؟ استغلوا ألم الأمة الإسلامية وتأثرها من الأمويين، وإجوا اندف حملوا هالشعار هالبضاعة الرايجة، كانت بضاعة تستأثر باهتمام الناس، أن آل النبي مظلومين، معتدى عليهم، قتلوا، فإجوا استغلوا هاللون من التذمر عند الناس ودعوا إلى نصرة العلويين. فكانت النتيجة من بعد الدعوة إلى نصرة العلويين يوقف واحد من الشعراء يقول يا ليت جور بني مروان عاد لنا وليت عدل بني العباس في النار. وقف أبو فراس رحمة الله عليه يقولهم أأنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم، هيهات لا قربت قربا ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم، كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحم. طيب هذني كلهن يحتما على العباسيين أن يكون من أهل البيت، يصلون الرحم، أن يرعون الجميل السابق، أن مثلا يعطون ثمن ما أخذوه من الدعوة، كل هذا راح. وليت الأمر اقتصر على هذا الحال، لا، وصلت النوبة إلى درجة الإمام موسى بن جعفر يقولون المؤرخين كان لضعفه تميله الريح إذا مرت عليه، لأنه ليله عبادة ونهار قيام أيضا بما افترض الله عز وجل عليه من رعاية لمصالح الناس كلها يقوم بها هذا، فكان غاية بالضعف. هذا 14 سنة من سجن إلى سجن، من سجن إلى سجن 14 سنة ينقل بالسجون، إلى أن وصلت الحالة يسمعوه وهو مطأطئ على المحراب يصيح إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعل، لك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. ما يتركون واحد يدخل إلى يراه أبدا، الناس تتوقع أن تمر به تشوفه تتعاهد بسجنه، ما حد يقدر يوصل إلى داخل سجنه. يفاجئون الناس شوكت على لسان علي بن سويد، يقول له يا ابن سويد الموعد قريب، يقول قلت لسيدي فرحت، قلت لسيدي متى؟ قال لي انتظرني يوم الجمعة ضحا على الجسر ببغداد. يقول علي بن سويد طلعت ولا تكاد تحملني قدماي من الفرح، وجيت الى الابواب اطرقها وانبه اخواننا وجماعتنا انه ترى راح يطلع الامام. يقول وقفنا في ذلك الموعد بعد لحظات وإذا بجنازة يحملها السجانون وقد أدرجت بعباء جاءوا بها يحملونها. هذا واحد كان ظئر للنبي، ظئر للنبي، توفى بالبصرة. شنو اللي صار؟ اللي صار أنه القبائل كل قبيلة جابت عدة من الأكفان، لأن هذا ضئر رسول الله جابوا 900 كفن، وموسى بن جعفر يطلعوه ملفوف بعباءة في ظل أبناء عمه، مدرج بعباءته من السجن، طرح على السجن على الجسر ببغداد. لما أخرج من السجن يقول عاد هذا علي بن سويد، مر بي طبيب مسيحي كانت لي معه صحبة، قلت يا هذا بالمسيح عيسى عليك إلا ما نظرت في وجه هذا الرجل يقول أقبل كشف العباءة عنه، نظر في وجهه قليلاً
ثم قام ولم يتكلم. دنوت إليه قلت ما الخبر؟ قال لي لا تطل يا هذا، لا تطل، أسألك سؤال. قلت بلى. قال اخبرني، هل لهذا المشجع من عشيرة؟ اكو عند عشيرة وقارب؟ ما الخبر؟ قال فليطلبه بدمه، ان الرجل مشموم. يقل له لغريب اهلا بينين، لا شن بالمدينة علي بعيدين. يوقف المنادي ينادي بأعلى صوته، هذا الذي يزعمون أنه لا يموت وها هو قد مات. يسأل سليمان غلامه، يقول له ويحك ما لي أرى بغداد تضج بأهلها؟ قل على الجسر رجل مشجع، يقولون هذا طلعوه من السجن وهذا الاجتماع يمه. قال ويحك اذهب واسأل ما اسم هذا المشجع. ذهب الغلام ورجع، قال مولاي يقولون على الجسر موسى بن جعفر. قال ويحك موسى على الجسر؟ ويحكم، بادروا اليهم، خذوا الجنازة من ايديهم، خرقوا سوادهم، ان منعوكم اضربوهم. اقبلوا الى الجنازة، انتزعوها من يد السجانين ووضعوها بمفرق اربع الطرق، ونادى المنادي، الا من اراد يحضر جنازة الطيب ابن الطيب موسى بن جعفر؟ هرول الناس الى حمل الجنازة، ما جن عليها الليل حتى دفنت في مقابر قريش. ولكن وقفت الحوراء يوم العاشر من المحرم، صاحت ويحكم أما لهذا المشجع من عشيرة؟ وجهت وجها لأهلها، تعالوا لابنكم غسلوه الجبان وياكم تجيبوه، مو عزيزكم شالي اشعبتوه، ملقا على الارض لا غسل ولا كفن. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بهدي محمد وآل محمد المؤسس، تغمده برحمتك. وإلى روحه وأموات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.